انا جامي مشيت لمازن بيو جامي لعبت تماك، مي راح نقاموا كاع الظروف واش اللي تماك باش نحققوا نتيجه ايجابيه نجيبوها من تما ان شاء الله، نفرحوا انصار وميم طون نفرحوا رواحنا. باش تعمل مقابله مع مازامبي في لومون باتشيز تكون ذهنيا قوي، تتغلب على الصعوبات اللي باش تلقاها، سواء الفول الطويل اللي موجود تويكا ولا الطقس غاديك ولا الامبيونس العامه نتاع المقابله. فنيا فريق تيبي مازامبي فريق كبير في افريقيا، عنده تاريخ نحترموه كما نحترموا رواحنا، اما عندنا الامكانيات كل باش نقوموا بمقابله كبيره في لومون باتشي ان شاء الله. عندنا جروب شخصيته قويه الحقيقه، هذا اللي يحبوا يمشيوا لبعيد في كل مقابله، يلعبوا باش يقدموا احسن ما عندهم، واحنا معناتها الحقيقه معناتها الاوبجيكتيف نتاعنا في كل مقابله يلزمنا نقدموا احسن ما عندنا وناخذوا اكبر عدد من النقاط، ما احناش نغزروا لبعيد برشا، كل مقابله مقابلتها، هذا الملاعبين اللي قاعدين يأديوا فيه بالكدا ويعرفوا وين يوصلوا، ان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقنا ان شاء الله. شفنا مع الناقلات التونسية الكل في طائرة خاصة، شفنا مع وزارة الدفاع طائرة عسكرية، أسوان باهظة وتعرف يلزم تو أنت كفريق يلزم تدفع أنت ومن بعد تجيك المساهمة نتاع وزارة الرياضة، إن شاء الله توصلنا في أقرب وقت حتى على السفرات اللي فاتت. المشكلة زادة راهي اللعبة ماهيش في كنشاسة، خاطر كنشاسة يوصل لها الليفو الموجودين من الأماكن الكل، تحب من اسطنبول تحب من المغرب، لكن اللعبة في لوبومباتشي اللي تبعد 1000 كيلومتر على كنشاسة، أقرب ببلاصه باش توصل لها باللي بلون دو فول نتاع لي دات اللي محصورين بهم هما باش تكون على نيروبي على كينيا. قداش ممكن تكلف طائره عسكريه اللي خليت الاتحاد ما نجمش يتحمل؟ 650 ألف دينار وطائره خاصه 650.